اللي فات كان في مناطق الغطس اللي في جنوب دهب، كان في كافيتيريات قريبه قوي من البحر، فعلشان كده الميه لما طلعت جرفت ده كله ونزلته على الشعاب المرجانيه. برضو السقاله بتاعت دهب اللي هي الميناء بتاعت دهب كان فيها مخلفات كتير، دي ناتجه عن يعني انشاءات جديده وحاجات كتير بقالها في البحر فتره، يعني مش مجرد ان هي اتجمعت في لحظه. بس طبعا حضرتك انت عارف ان احنا كنا منتظرين وكل الغطاسين مشتاقين ينزلوا الميه، فاستغلنا الوقت دوت ان احنا نطلع كل ما يقابلنا، وان شاء الله لغايه النهارده في غطاسين في الميه في بعض المناطق، مستمره الحمله معانا لغايه النهارده، وبنشكر والله جميع المسؤولين اللي بيزللوا لنا واقفين ورانا والدعم اللي موجود من الناس كلها. انتوا كم حد يا استاذ طارق؟ قلت لي 118 تقريبا. يعني حضرتك 104 غطاس 104 بالعدد بالظبط. 104 غطاس متقسمين لمجموعات، كل مجموعه ليها تيم ليدر، بنعمل الجدول بتاعنا، بنتوزع على مناطق الغطس كل يوم، وبنبدا نطلع الحاجات ديت. هو مجهود شاق جدا لان الغطاس طبعا عشان يعني يطلع مرتبه او يطلع شلته من تحت الميه وهي مبلوله بتبقى ثقيله جدا. يعني حتى في كاوتشات عربيات، في حاجات كده، وده نداء يعني من حضرتك ان احنا نحافظ على طبيعه مصر في كل مصر، مش بمجرد في البحر بس او البحر الاحمر. البحر الاحمر ليس له مثيل على مستوى العالم كله. سيناء بحرها وجبلها، يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان قد ايه مثلا عقد السيجاره دوت بيفضل قد ايه في الميه علشان يتحلل. الناس لو قلنا 30 سنه مش هتصدق ان هو عشان يتحلل. البلاستيك، الاكياس البلاستيك، والحمد لله المبادره بتاعت سياده اللواء اركان حرب خالد فوده ان دهب وشرم يبقوا خاليين من البلاستيك، ان شاء الله تم تفعيلها وجرى اتخاذ اللازم، يعني بحيث ان احنا نلغي البلاستيك خالص من اللي هو احادي الاستخدام، نلغيه خالص من المنطقه لان ده تهديد للعالم كله. يعني